السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. اليوم ما في عندي وصفه، بس اليوم بدي اعلمكم طريقه تخزين الزنجبيل، لان اجاني كثير بالتعليقات قالوا لي خالي شلون بتخزني الزنجبيل. انا خلص من عندي بالبيت بدي اخزن لبيتي، فحبيت اشارككم بالوصفه ونسويها سوا ان شاء الله. وان شاء الله كمان باخر فيديو بدي اسوي لكم منه شراب كمان كثير طيب وكثير مفيد. انا اشتريت هون الزنجبيل، يعني لازم كمان يكون الزنجبيل يكون قاسي ما يكون طري مشان يكون فيه عصاره كتير، وخاسلته طبعا. وانا هون بشرت هون التنتين كمان قبل حضرتهم مشان ما نطول الفيديو كتير. خاسلته طبعا، ونصيحه كمان ما تقشروا بالقشار البطاطا، بالسكينه مشان ما نكب منه كتير، حرام يعني شوفوا بيطلع هيك منه كتير قشر رقيق. بس انا بدي ابشر وحده قدامكم، شايفين كتير سهل وسريع يعني ما بده شيء. شايفين هذا هو. يلا انا ببشر البقية كلها ان شاء الله ونرجع نكمل الخطوة اللي بعدها. شايفين انا بعد ما خلصتهم بشر كلياتهم برجع هيك بنعيد عليهم، اذا في شغلة هيك صغيرة يعني هيك نرجع بنعيد عليها على تنظيفهم. يلا هلا انا خلصت بشر، هلا بدي اقطعهم. نقطعهم هيك بالعرض. يلا شايفين انا قطعتهم، هلا بدي اطحنهم. محضرة الطعام، إذا ما موجودة محضرة الطعام بسووا بالبشارة كمان بيصير، يعني هيك بتبشروا بالبشارة كمان بيصير، بس هاي بيطلع معكم ناعم أكثر. يلا بسم الله. شايفين بنطحن شوي؟ وهذا الحراف هيك بنرجع بننزله هيك شي مرتين ثلاثة مشان ينعم معنا مزبوط، بنرجع بنشغل. هذا هو شايفين؟ صار مثل المعجون. يلا هلا انا بدي اعبيهم قوالب، اذا متوفر عندكم هدول قوالب تبعات البوز، هدول قوالب صغار، اي قالب عندكم بالبيت ممكن يصير. يلا هلا انا بدي اعبيهم بالقالب. يلا هي اسهل طريقه. شايفين انا عبيتهم هيك بالقوالب، هلا بدي احطهم بالفريزر لحتى يجمدوا، وان شاء الله بنشوف المرحله اللي بعدها. هي بعد ما جمدناهم انا حطيتهم بالفريزر يجمدوا، هلا بدي افضيهم. شايفين بيفضوا بكل سهوله. شايفين هدول هيك مقطعات جاهزات يعني. في عندي هدول الطوال كمان طالعة. شايفين؟ هلا هدول هي الطوال انا بحاول اني اقطعهم لانهم كبار شوي. انتو هم مش قد بتختاروا الحجم القطعة، كبيرة صغيرة. شايفين؟ يلا هلا بحطهم بكيس، او اذا بتحبوا بعلبه لوين ما نستعملهم. برجع برجعهم على الفريزر طبعا عشان يضلوا جمدانات. انت ما بدكم تستعملوهم بتطلعوهم بكونوا جاهزين. شايفين انا بحطهم بالفريزر لوقت الاستعمال. شايفين هي زنجبيلاتنا بعد ما جمدناهم
جد والله طريقة كتير ممتازة، يعني بتطالعون بكونوا حاضرين، يعني بكون لأي تتبيلة حطوه بأي تتبيلة، يعني الزنجبيل جد كتير بيعطي نكهة طيبة بالأكل. وهلأ بدي أسوي لكم مشروبي المفضل مثل ما وعدتكم، هو حبوا أنا الشاي مع الزنجبيل مع الليمون. هلأ حطيت قطعة زنجبيل، بحط معها قطعتين ليمون، بحط معها شوية سكر، أو إذا بدكم يا صحي أكتر لسه حطوا له عسل، أو إذا بتحبوا مشان الريجيم يعني اللي ما بحب السكر الأبيض يستعمل سكرين. حطوا هيك، نعطيه هيك شوية مشان نطالع عصارة الليمون من قلبه. حط الشاي، هاي مي مغلية عليها، جد هاي أطيب كاسة شاي خاصة بعد الغداء. بتعرف نحن بنحب نساوي شاي بعد الغداء، فمخلي شاينا يكون صحي وكتير مفيد. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تعملوا مشاركة للفيديو مشان الناس تستفيد. وأهلا وسهلا فيكم بمطبخي، والسلام عليكم.